السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده جهاز 3 في 1 هيتاشي أو هيتاشي صنع في اليابان. الموديل بتاعه K-Sharp 2400. K-Sharp 2400 عبارة عن شريط كاسيت وراديو FM وM وSW وتلفزيون 4.5 بوصة أبيض وأسود صنع في اليابان. ونشوفه مع بعض. This device is 3-in-1. The brand is Hitachi. Model K-2400. Tape and radio FM and AM and SW and TV black and white 4.5 inch made in Japan. عماد حمدي بيقولوا في الفيلم نقطة، لكن أسوان 12 نقطة. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده جهاز 3 في 1 هيتاشي. الموديل بتاعه K-Sharp 2400 صنع في اليابان. عبارة عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات FM وAM وSW وتلفزيون 4.5 بوصة ابيض واسود. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. اتقابل في فيديو جديد. شكرا. This device is 3-in-1. The brand is Hitachi. Model K-2400. Tape and radio multiband FM and AM and SW and TV black and white 4.5 inch made in Japan. Thank you.